يوم استثنائي في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحيي خلاله الدولة الإفريقية مرور 60 عاما على استقلالها من قبضة الاستعمار البلجيكي الذي حكم البلاد 6 عقود بقوة السلاح، عقود تخللتها العديد من المجازر الاستعمارية راح ضحيتها الملايين من أبناء الكونغو. وبالتزامن مع الاحتفال باستقلال البلاد، تحتفل الكونغو الديمقراطية أيضا بذكرى بطلها الوطني باتريس لومومبا الذي هاجم في خطابه الشهير ملك بلجيكا الحاضر في قلب العاصمة كينشاسا، ليتحول شهيد الاستقلال كما يصفه الكونغوليون إلى أيقونة لدى الناشطين الجدد المناهضين للاستعمار الذين يطالبون القوى الاستعمارية السابقة بتحمل المسؤولية عن ماضيها. تحمل المسؤولية يأتي وإن متأخرا على لسان الملك لويس فيليب ليوبولد ماري الذي عبر عن بالغ أسفه للجروح التي تسبب بها استعمار جده ليوبولد الثاني لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الأسف نفسه الذي دفع بلدية مدينة جنت البلجيكية لإزالة نصب الملك ليوبولد الثاني التذكاري، خصوصا بعد تعرض تماثيله في مدينة أنتويرب وبروكسل إلى التخريب في انتظار إسقاط تمثاله في كينشاسا الذي يظل قائما كذكرى قد تنفع أهل الكونغو.